قال الإمام مجاهد رحمه الله تعالى لكل ولد بيقول لك والله إذا أبوي بمد إيده علي بكسر له إياها، أو بنت بتروح عند خالتها خالته أنا ماما مدت إيده علي ما مسامحتها يوم القيامة بدي خلي الله يحاسبها، ما شاء الله. قال الإمام مجاهد رحمه الله تعالى لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده إذا ضربه. إجا الأب بده يمد إيده على ابنه لو ابنه عمره 50 سنة ممنوع يزحله إيده.